الفيديو اللي انا بوريه لكم ده النهارده لطائر الفراوله. انا عندي النهارده دكرين فراوله وانتيتين فراوله. الدكر بيبان جامد جدا زي ما انتم شايفين كده، النقط الحبوب اللي شبه حبوب الفراوله واللون المحمر زي لون فكهة الفراوله. النتاية بيكون لونها بقى باهت قريب من لون النتاية بتاعة الشارع العصافير البلدي زي ما انتم شايفين كده. الذكر منقط احمر من فوق كده، طبعا حركتهم سريعة جدا. طبعا في واحد زبرة، عشان في ناس انا عارف هيقولك ده في واحد زبرة يا باشا، انت بتورينا زبرة بدون فراولة؟ ده واحد زبرة كده في الوسط كده، ايه معاهم ذكر، ودول ذكر وانتهى فراوله وانتهى فراوله. الافضل والاحسن للفراوله انه يتربى مع الزبره ويتربى مع الجاوه ويتربى مع الحسون ويتربى مع الكناريه في سلكه كبيره او في اوضه كبيره وتسيبهم مع بعض. الفراوله بيحب يشتغل في وسط المجموعه دي، في وسط حتى الزبره يشتغل. اما انك سبته لوحده وطالما صيد، انتاج الفراوله بيكون صعب جدا جدا جدا. الحاجات دي من الحاجات اللي بقت نادره في التوقيت ده. النهارده لو انا عايز ادور على فراوله او عايز ادور على جاوه، الحاجات الالوانات البيور، بلف وبروح اسواق كتير عشان الاقي، والموضوع ما بقاش سهل. وفي كمان المذبوح، كنت ممكن اللي انا اوريكم المذبوح ده. المذبوح ده برضو من الحاجات اللي احنا دلوقتي بندور على ولايف منه، بندور على عصافير مذبوح بنلاقيها قليل خالص في مصر. كل ده موجود في محل كوكتيل بدمنهور، للتواصل 011 40 80 70 60، رقم التليفون 011 40 80 70 60، العنوان محافظة البحيرة شارع عبد السلام الشاذلي بجوار الكوبري العلوي مدينة دمنهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.